بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادة الحضور الكرام، السيد الفاضل اللواء عادل الضربان محافظ بورسعيد، مرحبا بك ضيفا كريما في نقابة المحامين في بورسعيد. لحراب العدالة وقلعة الحريات ضيفنا الكريم، إن المحاماة مهنة حرة تشارك في إرساء وترسيخ قواعد ومفاهيم العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحرية. فقد جعل المشرع الوطني والدولي للمحامين والمحاماة مكانة عظيمة، وفي سبيل تأدية رسالته النبيلة فقد منحهم حقوقا وضمانات تعينهم وتساعدهم على ممارسة أعمالهم. فقد أوجب قانون المحاماة على جميع الجهات أن تعامل المحامين بالاحترام الواجب، لأنهم يمارسون مهنة من أجل المهن العظيمة. فالمحامون هم أصحاب فكر وحملة رسالة وأرباب فصاحة وبلاغة وبيان، وتكمن قوتهم في هذه الرسالة السامية التي يحملون رايتها ويرفعون لواءها. إن قرار المحامين الذين أهلتهم المحاماة أن يلعبوا أدواراً عظيمة على مسرح الأحداث الدولية تثبت بما لا يدعو مجالاً للشك أن قوة المحامي وصلابته تكمن في تكوينه تكويناً علمياً وخلقياً سليماً، وهو ما يجعله فخيراً وانفراساً للوطن وقت شدته وأسوادته. السابق يوسف الكرام، فقد صارت المحاماة منذ نشأتها تحمل أقدارها وتعيش هموم وطنها ومواطنيها، تواجه الأزمات وتتغلب عليها بجهد ذاتي من أبنائها وبفضله دون أن يكون لأحد فضل عليه. ولقد كانت نقابة المحامين وماذا دائما وأبدا وكيلة عن الشعب وأصيلة أيضا تحمل همومه وتعيشها معه، تحلم من أجل وتسعى جاهدة أن تحقق أحلام. زميلاتي وزملائي، لقد كان نقابة المحامين بورسعيد دورا عظيما في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وحالة الانفلات الأمني، حيث تلاحمت مع الجماهير العريضة من أبناء الشعب المصري في ثورته على الظلم والطغيان. ولقد كنت سيادتكم خير شاهد على هذه الأحداث العظام عندما كان سيادتكم حاكما عسكريا لهذه المدينة الباسلة، حيث قام السادة المحامون بالمساهمة معكم في حماية المحاكم وأقسام الشرطة من العبث بها أو الاعتداء عليها، وشاركوا معكم يدا بيد وكتفا بكتف في الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن. ومن جميل القدر وحسن الطالع أن تم تعيين سيادتكم محافظا لبورسعيد. لكونك ابنا من أبنائها يعشقها ويضحي بأبنائها. ونحن في نقابة المحامين بورسعيد نميل بيد العرض لسيادتكم ولشعب بورسعيد
ونقدم أبناءنا فرسانا شجعانا للدفاع عن هذا الوطن دون منا منا أو استعلاء عليه، لأن المادة في المحاماة هي قطع من طباعها وركن ركينا من أركانها. وفي الختام فإن نقابة المحامين بورسعيد نقيبا وأعضاء شيوخا وشبابا على هبة الاستعداد في التعاون والتواصل معكم في كل ما يرفع من شأن محافظة بورسعيد وأهلها. عاشت مصر، عاشت نقابة المحامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.